السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من تعلم العربية. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. متى نستخدم إن شاء الله ومتى نستخدم بإذن الله؟ تستخدم إن شاء الله إن كان لك في الأمر يد، كأن تقول مثلا: سوف أسافر غدا إن شاء الله، سوف أفعل كذا غدا إن شاء الله. أنت الذي ستسافر وأنت الذي ستفعل، فالأمر لك، فتستخدم إن شاء الله. أما بإذن الله إن لم يكن في الأمر لك دخل، كأن تقول مثلا: سوف يعتدل الجو غدا بإذن الله، سوف تمطر السماء غدا بإذن الله. المطر واعتدال الجو ليس لك دخل فيهم، فتستخدم بإذن الله. اللطيفة الجميلة في القرآن عندما قال الله على سيدنا عيسى: ويبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. سيدنا عيسى أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المنحة وليس له دخل فيها، فاستخدم بإذن الله، لأنها معجزة من الله سبحانه وتعالى وليس لسيدنا عيسى فيها دخل. وقال تعالى أيضا عن غزوة بدر: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب، الجيش المسلم أعد العدة وأخذ الأسلحة وذهب إلى مكان الغزوة وحارب وانتصر، فله دخل. لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى بإذن الله؟ ليخبرنا هنا أن الله سبحانه وتعالى كان السبب الأول والأخير في النصر، وما النصر إلا من عند الله، وليس لبشر دخل في هذا النصر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.